السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو رياضيات للصف الأول متوسط. وصلنا صفحة 10. تأكد من فهمك. راح ناخذ كم وحدة من هذه بهذا الفيديو وإن شاء الله نكمل باقي التمارين. طبعا ترتيب العمليات، طبعا الحساب الذهني والقوى والصورة العلمية، هاني؟ فهذا يقول لك استعمل خصائص العمليات لتحسب ذهنية. ناخذ الفقرة الأولى أولا، 12 زائد 41. يلا عيني خلينا نحلها. عيني 12 زائد 41 اولا 12 زائد 41 يقول لك استعمل خصائص العمليات لتحسب ذهنيا. هذا 12 زائد 41 يسموها خاصية الابدال. شنو هي خاصية الابدال؟ يعني اقول 41 زائد 12، 41 زائد 12، 41 زائد 12 بها 53. خلينا نقول 41 زائد 12 اي 53 ويساوي لنا 53. هذه خاصية الإبدال، هاي أول وحدة حليتها. اثنين، اثنين مطينا 5 في 13. 5 في 13 هم خاصية الإبدال، أقول 13 في 5. نضرب 13 في 5، 3 في 5 15، و1 في 5 5، و1 6، إذا 65. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة 21 زائد 33 زائد 9، هذه يسموها خاصية التجميع. خاصية التجميع زين، نقول 21 يعني خاصية التجميع. أول مرة ايش اقول؟ اقول 21 زائد داخل قوس 33 زائد 9، انزل ال 21 زائد 33 و 9، 33 و 9 بها 9 10 11 12 42 ويساوي لنا 21 زائد 42 يطلع لنا 63. 63 زين. رابعا مطيني 10 في 14 في 3 يساوي 10 في 14 في 3، هذا خاصية التجميع. خاصية التجميع شو أقول؟ أقول 10 في وافتح قوس أقول 14 في 3، أنزل العشرة في 14 في 3، 4 في 3 12 يطلع لنا 42. 10 في 42 الصفر ينزل، 42 في 1 42، إذا طلع لنا 420. خامسا، خامسا مطين 6 في 24، 6 في 24 هاي خاصية التوزيع. يعني أقول 6 في ال 24 جزها جاية من 20 زائد 4، نزلت الستة دقيقة راح نوزع 6 في 20، نوزع 6 في 20 زائد 4 أو 6 في 4، 6 في 4 يعني شوفوا الستة وزعتها بالعشرين وستة في 4 ويساوينا 6 في 20 الصفر ينزل، 2 في 6 12 طلع لنا 120 زين. 120 زائد و6 في 4 24، 120 زائد 24 يطلع لنا 0 زائد 4 4 و2 و2 144، 144 هذه خامسا زين. نشوف سادسا، سادسا مطيني 8 في 107، سادسا 8 في 107 هاي هم نفس الشيء، هم نقول خاصية التوزيع.
شنو خاصية التوزيع؟ يعني أقول 8 في 107، شلون هسه سويناها؟ 100 زائد 7 نجزئها، هم نفس الشيء، هم أضرب 8 في 100 ونوبل 8 في 7. 8 في 100 زائد 8 في 7، 8 في 100 صفرين ينزلن، 8 في 1 8 زائد، و8 في 7 56. نجمع 856 يطلع لنا، دقيقة، 8 وهنا 5 وهنا 6، 856 هذه سادسا. زين خلينا نشوف سابعا. يقول احسب كل مما يأتي، هذه احسب كل مما يأتي. سابعا سبعة تربيع، سبعة تربيع يعني من جاية؟ سبعة في سبعة ويساوي لنا 49، سبعة في سبعة يساوي لنا شنية؟ 49، يعني نجزئها، سبعة في سبعة يساوي لنا 49، هاي سابعا. ثامنا ثامنا قايل لي أربعة الصفر، دائما الأربعة الصفر الأساس مالتها صفر يساوي لنا واحد، الأربعة يساوي لنا واحد، هاي ماخذيها قاعدة. زين تاسعا 12 تكعيب، يعني 12 تكعيب يعني 3 مرات 12، 12 في 12 في 12، هاي نقطة يعني ضرب، 12 في 12 144، 144 في 12 144 في 12 ضربناها نقول صار 1728، هاي ضربتها ضرب عادي، صار 1728. زين هذه تاسعا. ناخذ عاشرا، عاشرا مطيني 10 أس 6، يعني شنو؟ 6 مرات 10، يعني 10 في 10 في 10 في 10 في 10 في 10، هاي 6 مرات ويساوي لنا، و 6 صفارة يعني مليون، 3 4 5 6 صار عندي مليون، هاي 10. ال 11 مطيني 10، دقيقة، ال 11 مطينا 10 أس 3، يعني نضرب 10 في 10 في 10 ويساوي لنا ألف، لأن يعني الواحد ينزل وثلاث أصفارة ألف. زين هذه ال 11. نشوف ال 12، ال 12 مطينا 16 أس 1، دائما إذا 16 أس 1 يساوينا نفس العدد 16، هاي ال 12. ال 13 81، هذا ال 81 نحلله، ال 13 هذا ال 81 نحلله، يعني جاية هو مو 9 في 9، ال 9 نضربها 3 في 3 في 3 في 3، يعني شنو؟ 4 مرات 3 ويساوي لنا 3 أس 4، 3 أس 4 هذا ال 13. نجي على ال 14، ال 14 مطينا 128، يعني 128 هذه نحللها، جاية من 7 مرات 2، 2 في 2 في 2 في 2 في 2 في 2، دقيقة، وهاي في 2 ويساوي لنا 2 أس 7، هاي تحللوها، فأنا أعرفها ما حللتها، تحللوها صارت 2 أس 7، هاي 14. 15، 15 100 ألف، 100 ألف، ال 100 ألف يعني كم صفر؟ 5 صفارة ويساوي لنا 10 أس 5، هاي ال 15. زين نجي على اليمن على ال 16، يقول لي اكتب الاعداد التاليه بالصوره العلميه او بالصوره الرقميه. ال 16 مطينا 24 في 10 اس 6، هاي بالصوره يريد لو العلميه او الرقميه، نقول 24 في 10 اس 6، نقول 24 نزلتها في 10 اس 6 يعني نقول مليون، اثنين يعني 6 صفاره، 3 4 5 6 يعني ويساوينا ال 24 ينزل، وش كم صفر؟ 6 صفارة، 1 2 3 4 5 6، هاي ال 16. زين ال 17 مطينا، هاي 17 مطينا 13 في 10 أس 3، ال 17 هم نفس الشيء، نقول
13 في 10 3 يعني نقول 13 في ايش قد كم صفر 1 2 3 في الف ويساوي لنا 13 والثلاث اصفار ينزلن 13000. ال 18 بقت لنا بس 18 و 19 ونختم المحاضره. نقول هاي 135 ايش قد بالله هذه ايش كم صفر 1 2 1 2 3 4 5 1 2 لا 4 4 اصفار يعني هاي نقول 13 نقول مليون هذا مليون و350 الف مليون و350 الف ويساوي لنا نقول 135 في 10 ايش كم صفر 4 اصفار ويساوي لنا 135 في 10 اس 4 لان 4 اصفار زين بقت لنا 19 عندنا 5 1 0 ايش كم 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 هذا شلون نحله هذا عندنا 5 مليارات و100 مليون 5 مليارات يعني 9 اصفار 5 مليارات و100 مليون صحيح هسه هذا ايش راح نسويها راح نقول 51 في 100 مليون 2 3 4 5 6 ويساوي لنا 51 في 10 اس 8 1 2 3 4 5 6 7 8 هاي عيني لهنا واختم المحاضره خاطر يعني اخذنا هسه هذه 18 19 1 وان شاء الله على الفيديو الاخر راح ناخذ تدرب وحل التمرينات وبالتوفيق يا ربي.